المطبخ التونسي مع ألف. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش تشوفوا مع بعضنا كيفاش باش نحل اول الفيديو. الكولي هذايا بعثته لي ماما، ربي يبارك لها ويفضلها. بعثت لي الأكثرية على زيت زيتونه، هو وصل الأكثرية على زيت زيتونه، وهكا من بعد حطت لي فيهم حويجات هكا. ريت لي سبونتيكس هذوكم حطيتو باش ما يتكسرليش عندي فيهم طنجره. وهذايا بعثت لي صابون نوار، الصابون المغربي لكحل، جربته وعجبها وقالت لي شريت لي منه، قالت لي شوفوا وذاك الفلاي ولازم منه. وهذه بعثت كلامبولة لمل في شكل طياره. لا انا شنو؟ لا انا ليك انت هاك جيت هربت هزتها وهربت. كيفاش لقطها يا امبودي؟ صح. وهذه الطنجره الفخار بعثتها لي، ويا خيبه المسعى نلقاها مكسره كيكه، قلبي وجعني كيفاش تكسرت هكيكا. نلقى فوقها تو تشوفوا من بعد باب الزيت، هي اللي كسرت هذا بوست الزيت. وبعثت لي برشا قشور برتقال نتاع تونس وحده في البنه وحده، باش نرحيه نكمل شيحته لي هي، باش نزيد نحي له هكا الدي نتاعو ونرحيه وحدي في الدار. وهذيك الطنجره اللي بعثتها لي حبيت نعود نطيب هكايا في الفخار. وهذا باب الزيت شوف كيفاش وصلوا، من كثرة ما هزوا ونفضوا تغفصوا بالعمل. هذاك فما معمل نتاع تعليب حسير، ولا المهم نتاع تعليب في باردو. تو كان تحبوا نخلي لكم لي زانفورماسيون. وهذا ما صفحات وهذا نتاع الملح في الاكحل زاد بعثتهم لي، عجبوها خذيتهم. هذا بوماضة انا مسلسة نشريها باغا انترنت يا اخي، قلت لها المره هذه بعثها لي مع الكولي فرد المره شريتها لي. هذا مش كيك نتاعي حسيرو 5 لترات زيت زيتونه بعثتهم لي من المعصره طول خذيتهم، وزيت زيتونه بتاع تونس وحده. وطبعا باش نعمل العشيه نتاعنا مع بعضنا، ما حبيت نوريكم كيفاش الطنجره هذه باش نعملوها. كي ناخذوا منها الطنجره هذه شنو نعملوا؟ ما تغزروش لهذه باش نفرغوا، زدت ما فرغتوش. هذه كيفاش باش نصلحها توا، وهذه كيفاش نستعملوها ونحنا مازلنا كشناها جديده باش ما تطرشقش على النار. اول حاجه باش نبدا بالخطاص ساعه. هوني مغرفه كبيره فارينه ونص مغرفه صغيره قهوه، ونحط لهم شويه ماء نعمل كيما العجينه. عندي كول قوي، ما حبيتش نحط كول على خاطر باش نستعملها للماكله، دونك نخاف. علاش قلقاي للقهوه على اللون؟ باش نحاول هكا ما يكونش ابيض ابيض اللون. علي صافا هكا، بسم الله. بسم الله. ياخذ راحته هاك. وتوا بعد ما كملت طيبت عشيه وكل شيء، حبيت نوريكم كيفاش شدت روحها أغزة. نظفتها توا غسلتها خاطر شيحت بياضت الفارينه هكا منا ومنا. توا غسلتها هاك تسميو جبرني لها كسرها. توا نحطها الطنجره هكا، عبيتها بالماء، عبيتها هكا بالماء ومبيتها ليله كامله في الماء هذاك، باش من بعد كي نطيب عليها ما تترشقليش. والنوع نتاع الطنجر هذوما ما يحبوش النار العاليه، راهو النار العاليه ترشقهم، يكون على نار واطيه خاطر هما ديجا بطبيعتهم يشدوا سخانه وما يتعباوش برشا بالماء. مثلا كي طاو طيب لكم فيهم تعرفوا حسيت باذن الله السميع العالي. هكا نغطيها ونخليها باذن الله ليله كامله في هاك الماء نتاع هذاك. وتو باش نعملوا مع بعضنا اول وصفه اللي هي تشيكن نوغتس. عندي هوني شويه دجاج، مش دجاج، دانت سكالوب نتاع دانت عندي لهنا، باش نحط نرحيه مع شنو؟ كعيبه بصل صغيره قصيتها هكا، سنه ثوم، شويه كركم، شويه فلفل اكحل، كليل، احبق، نعناع شايح، شويه زعتر باش ما يقويش المطعم، شويه توابل مخلطه، وشويه بابريكا، والا فلفل مهروش. كل شيء منه شويه شويه. وكعبه بيض. وتعملوا سميد ارطب ولا متوسط ولا فارينه. انا باش نعمل هوني شوفان. وعلاش هذا؟ باش يمتص السوائل الزايده اللي في الدجاج، يزيد يكثر لنا، معناها يكثر لنا في الكميه نتاع تشيكن نوغت. كل واحد يحط على كيفه، يحبها لحم صافي ولا يحبها مخلطه كيما تحبوا نتوما. انا هكا يزي نحطها ونرحيها، نحط لها شويه زيت، نسيت زيت زيتونه بما انه
ما فيها حتى دهون. كملت رحلته وباش نحط نشكله. قبل كل شيء عندي الماء نتاعي يغلي باش نصمت، حطيت فيه شويه ملح وباش نصمت المقرونه. باش نعمل المقرونه هذيا مع الوصفه هذه. السرطل هذه دبارة أمولة طبق هكايا، ونحط عليه سميد شوفان اللي تحبوا، شعير فارينة اللي عندكم. هاو نجيب هكي سلفان هكا باش نلمها بيها. ونبسطها هكا. ونرش عليها من فوق. نزيد نبسط. لهنا باش نخليها ترتاح شوية خاطر باش نعمل البطاطا في الفور. الفور متاعي يسخن على أعلى درجة. البطاطا نجي نقصها بالطريقة هذه. باش نفوحوها ملح شوية، تابل كركم فلفل خلطوها. حطوهم شوية زيت. هاكا بما انو زيت زيتونة ما يفوتش 240 درجة في الفور، ما نفوتوش 240 درجة. بالطريقة هاكا بسم الله. باش يرجع ليها البخار نتاعها طيب فيسة هاذي هاكا اخي، خاطر بشان بابي الومنيوم باش تتبخر تقول عليها باش تطيب فيسع فيسع 10 دقائق تقريبا. ومن بعد نحي الالومنيوم والكويسون ونخليها تتحمر 5 6 دقائق اخرين وصايي طابت. وتنجم حتى اكثر انت ونوع الفور. يلا على الفرن. المقرونه طابت نهبطها صفيها. وطوا نرجع للتشيكن ناكتس. نحط القلاية على النار، نحط فيها شوية زيت جوز الهند وإلا الزيت اللي تحبوا عليه. نحمرها شوية ومن بعد نخليها تطيب في الفور. باش نحمرها مش باش نقليه، ومن بعد نخليها تطيب في الفور. ها ها زيت. يسألوا فيا برشا على زيت جوز الهند، يخلي مطعم زيت جوز الهند الحقيقي ما فيهش مطعم وأقرب عليه، ماهوش للتجميل. اذا كان للتجميل راهو زايدين حاجات منكهات وكل ما خذوه من الجناح والطبخ وين المطبخ. اه باش ناخذ خذيت القالب هذايا، نحب قالب مربع باش نقصهم هكايا مربعين. بسم الله بركه. نحط هوني مثلا ونزيد نلف لجنيب هكا. بسم الله. هادو هما اللي قعدوا باش نلمهم. نبدا نقلب فيهم الكعبات اللي تحطوا الاولانيين.
هكا تحمروا. خليهم طوي يكملوا يتحمروا من فوق كيما تحمروا من النوطه، ومن بعد نحطوا في طبق في الفرن تحمروا نهزهم. وطوا حطيتهم صيي في طبق باش نهزهم للفور، ومن بعد نمشي طوا للمقله نتاعي بعد ما مسحتها، نرجعها على النار، ناخذ شويه زبده نحط فيها شويه زبده، وهنا عندي شويه شامبينيون باش نقص الشامبينيون تاعي فوق. نحط لهم شويه ملح باش يصيبوا الماء نتاعها. وطبعا باش ناخذ كريم ليكيد والا كريم فريش، بسم الله، رشة فلفل باش نحط لها السيبولات اللي هي الثوم المعمر، ها هي السيبولات والطرخون ولا الاستراغون اللي قلت لكم عليه بنن ياسر لصوص بلانش، شويه شويه زاد خاصة الاستراغون مطعم قوي. نحط شوية الطرخون وشوية الثوم المعمر، برشا جاي ثوم معمر مش مشكلة. العشيبة هذوما ميلزمهمش يغليو. الصوص نتاعنا البلونش باش نحط لها جبن، باش نعمل سلايطة، عندي سلطة هذي رومان. هنا باش ناخذ شوية زعتر هكا، ونعمل ورشة على الصوص ينكهها زادا. التشيكن ناجتس هيك حضرت، والبطاطا هايكا تحمرت حضرت زادا كيف كيف. بسم الله، ونحط عليها الصوص نتاع عمل ما تحبش عمل الصوص، مانيش باش نحط لها، نعملها رشة معدنوس هكا. وهذا مواصفاتنا كانوا لليوم، ان شاء الله تجربوهم ان شاء الله يعجبوكم. هكا اخرى وصفة اخرى، وبسلامة بسلامة.